في القرى الريفية الواقعة في مديرية زبيد جنوبي محافظة الحديدة تتنوع معاناة المزارعين وتتفاقم على نحو كبير، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ سنوات. كما هي الصورة، ينتظرون المطر لكن سرعان ما يتسبب في جرف وهدم بعض الممتلكات، ما يفوق قدرتهم وتجهيزاتهم البدائية المتزامنة مع الغياب الكلي لأي دور حكومي لدعم ورعاية المزارعين. عشان نعيشها كذا الحال، لا وكأننا في مقرأة ما كأننا في مبدي، لو كأننا في مبدي ما كأننا في مقرأة وها نكادش. والبيوت كيفها؟ والبيوت زي ما انت شايف، لو كي قطرة ما ننور نضحينا فيها بحقنا، ومذابين أذاب الأذاك تعيدها تعيد علينا نحن مقدرشين بثيابهم مقدرشين ملابلبين كذا وكذا. تسبب المطر هنا بجرف الأراضي الزراعية على نحو كبير، وتدمير المحاصيل الزراعية وغمرها بالمياه وتغيير لونها وإفساد جودتها، نظرا لصعوبة التصريف وغياب الجسور والسدود المائية في الريف التهامي. المحاصيل الزراعية ليست بمنأى عن هذه الأضرار، فالآفات الزراعية تشكل تحديا آخر للمزارعين، خاصة مع عدم قدرتهم في الحصول على الأسمدة والمبيدات المناسبة. يحاول المزارعون رغم كل هذه الظروف الإسهام بشكل فاعل في استمرار دورة الحياة رغم الجفاف الذي يهدد العديد من الآبار.